جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية صدر صباح اليوم. أهلا بكم وللتفاصيل، ونبدأ هذه الجولة من صحيفة الأهرام. قمة السيسي وأكوفو أدو تبحث تطوير العلاقات بين مصر وغانا. تعاون مصري ألماني في النقل والطاقة والصناعة. حبس 11 إرهابيا من أعضاء خلية الأمل 15 يوما. والرقابة الإدارية تضبط ثلاث قضايا فساد جديدة. الليلة الفراعنة في مواجهة الفهود. ومن منشطات صحيفة المصري اليوم، السيسي ورئيس غانا يبحثان ترسيخ الأمن القومي وانطلاق التأمين الصحي من بورسعيد الاثنين المقبل. الداخلية أجهضت تحركات خطط الأمل الإرهابية. والتخطيط نسعى لتسوية 28 مليار جنيه بديون السكة الحديد لبنك الاستثمار. من الصفحة الأولى في اليوم السابع، ثلاث لقاءات مهمة في قصر الاتحادية. السيسي يستقبل رئيس غانا ومبعوث رئيس جنوب جمهورية السودان ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة. إسقاط خلية إرهابية تستهدف الدولة ب 250 مليون جنيه. مدبولي لمسؤولين ومستثمرين ألمان ما تحقق من مشروعات بمصر تاريخية وغير مسبوق. إلى منشطات صحيفة الأخبار، الرئيس نواصل دعم الأشقاء بجنوب السودان. مصر تشارك في قمة العشرين باليابان بعد غد، وتوقيع عقود أول دفعة من ماكينات الغزل والنسيج بقيمة تقدر بنحو 4,500,000 جنيه. توجيهات رئاسية بحصول أبناء النوبة على كامل حقوقهم. أول المتأهلين، هدف الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية الليلة. نقرأ أيضا من صحيفة الوطن، مسودة قانون التأمينات تضم عمال اليومية والمعاش في سن 65 وربط الحد الأدنى للمعاش بالأجور والتضخم ليتناسب ويناسب المعيشة. ملاحق أولى ثانوي 14 من الشهر القادم، وامتحان في منهج الترم الثاني فقط، والكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة اليوم. ومن مقالات الرأي نطالع منها، لا يزال تنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية يلقي بظلاله على مقالات الرأي، ومنها مقال دكتور محمد صلاح البدري بصحيفة الوطن تحت عنوان جمهورية مصر المبهرة، ويقول فيه الكاتب: لقد جعلت مصر الأمر ليس سهلا على أي دولة ستنظم البطولة في الأعوام القادمة. إنه الإنجاز الذي تمثل في بطولة الأمم الإفريقية التي تولت مصر تنظيمها منذ 5 أشهر فقط كحل طارئ بعد سحب التنظيم من الكاميرون، وبأغلبية ساحقة من أعضاء الاتحاد الإفريقي في شهادة ثقة في الدولة المصرية كلها. والواقع أن مصر كانت في الموعد، فكان التحضير للبطولة متميزا، وتكاتفت أجهزة الدولة كلها لإنهاء الاستعدادات المطلوبة، وكان الافتتاح مبهرا بشهادة العالم كله وليس الأفارقة وحدهم. نتحول إلى الصحف العربية، والبداية من الرأي الكويتي. إسرائيل وأمريكا وروسيا تدعو إلى إخراج القوات الأجنبية من سوريا. اعتقال أبو أسامة المهاجر زعيم داعش في اليمن، وقوات سعودية خاصة ألقت القبض عليه مع عدد من المساعدين. جون بلاط يستقيل من تويتر السياسي، وتعيينات في مرمى توترات مكتومة، ووصايا دولية تحوم فوق لبنان. نقرأ من صحيفة الشرق الأوسط، مصر تؤكد تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية. السيسي طالب بعدم التركيز على الحلول الأمنية. كوشنر في افتتاح ورشة المنامة، المسار الاقتصادي شرط للسلام في منطقة الشرق الأوسط. تركيا تعزز نقاط مراقبتها على الحدود مع سوريا بقوات من الكوماندز. على صفحتها الأولى كتبت صحيفة الدستور الأردنية، الملك عبد الله الثاني يبحث مع الرئيس السيسي هاتفيا التطورات الإقليمية، ويؤكد أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين. نحو 113 مليون دولار مساعدات للأونروا بمؤتمر المانحين في نيويورك. الاحتلال يتحجج بالبالونات الحارقة لوقف تزويد محطات كهرباء غزة بالوقود. من أبرز عناوين الخليج، الإماراتية الانتقالية السوداني يقبل المناصفة بالمجلس السيادي، ومبادرات وطنية لاحتواء الأزمة مع قوى التغيير.
والأغذية العالمي المتمردون الحوثيون يجوعون نحو 100,000 عائلة يمنية. الجيش الليبي يعزز من قواته في محيط طرابلس بدعم جوي، وائتلاف العبادي يلوح بالانتقال للمعارضة والمطالبة بتشكيل حكومة جديدة. من عناوين صحيفة اللواء اللبنانية، مجلس النواب اللبناني ينتخب اليوم حصته في الدستوري ويمدد قاعدة الصرف. واشنطن تجدد تهديدها لأنقرة بشأن صفقة الصواريخ الروسية. أردوغان: المنطقة الأمنية ستعيد مليون سوري. نحو 51 نائبا تونسيا يقدمون طعنا في تعديلات القانون الانتخابي. في مقال لها ألقت صحيفة الدستور الأردنية الضوء على الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن، واعتبرته بمثابة رسالة موجهة للعالم، وقالت فيه: يدرك الشعب الفلسطيني أن أمامه فرصة تاريخية ربما لن تتكرر، تتمثل في الصمود في وجه المؤامرة الحالية التي تحاك ضده. فإذا صمد وصبر وتحمل، فإن آفاق المستقبل ستفتح أمامه، وسيصبح أقرب من أي وقت مضى من إمكانية تحقيق أهدافه وأحلامه الوطنية، لأن صموده يعني إفشال المؤامرة وإسقاطها والحفاظ على الحقوق السياسية والجغرافية والديموغرافية والاقتصادية والإنسانية. هذا الشعب يوجه رسالة للعالم، يؤكد من خلالها بأن الوطن لا ثمن له، وأن الوجود البشري مرتبط في الأساس بوجود الوطن الذي يعني الكرامة والشرف وكل شيء في الحياة. إلى الصحف العالمية، ونطلع من صحيفة ليموند الفرنسية. المدعي العام روبرت مولر يدلي بشهادته أمام الكونغرس الشهر القادم. أردوغان يفقد قوته في إسطنبول بعد عدة الانتخابات البلدية هناك، وخبراء يؤكدون ظهور جيل جديد من السياسيين في تركيا. من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نطلع نقل الأطفال المهاجرين إلى مرفق الحدود المضطربة في تكساس، ومئات الأطفال لا زالوا محتجزين في ظروف بالغة التعقيد. ترامب يهدد بإزاحة إيران مع تصاعد النزاع حول العقوبات، والرئيس الإيراني حسن روحاني يوجه كلمات تحذيرية للبيت الأبيض. ومن صحيفة ديفولت الألمانية نطالع: تركيا تتغير لكن جماهير أردوغان لا يلاحظون ذلك. مستشار الأمن القومي لروسيا والولايات المتحدة في القدس لمناقشة مستقبل إيران، وترامب يفرض عقوبات جديدة على الرغم وعلى الزعيم الروحي لإيران. ترامب يعين ستيفان غريشيم متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض عقب مغادرة سارة ساندرز. وصحيفة جريزلين بوست الأمريكية بدورها رصدت: نتنياهو يدرس إلغاء انتخابات 17 من سبتمبر وتشكيل حكومة جديدة. مسؤول أمريكي بارز يؤكد دوافع الاستثمار الصينية ليست حسنة النية. إسرائيل تتوقف عن نقل الوقود إلى غزة. الأوروبيون يحذرون إيران من تخفيض التزامات الاتفاق النووي. نتابع قراءتنا من صحيفة البايس الإسبانية، والتي كتبت: المحكمة العليا البرازيلية تقرر إبقاء الرئيس لولا دي زيلفا في السجن، وروحاني يتهم ترامب بالجنون في عقاب تصاعد التوتر وزيادة العقوبات الأمريكية المفروضة على الزعيم الروحي. كوشنر يعترف: بدون اتفاق سياسي لن تكون هناك خطة سلام في منطقة الشرق الأوسط. إلى صحيفة الجاردن البريطانية، نشرت مقالا وانتقدت فيه سياسات الرئيس الأمريكي حيال اللاجئين، وكتبت تحت عنوان: حرب ترامب على اللاجئين تدمر برنامج إعادة التوطين، وقالت فيه: لمدة عامين متتاليين قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإشراف على أدنى معدلات قبول اللاجئين منذ إنشاء نظام إعادة التوطين الحديث في عام 1980، فقد قبلت الولايات المتحدة ما يقرب من 14 ألف لاجئ فقط منذ أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 22 ألفا بنهاية العام المالي في سبتمبر القادم. تلك الأرقام تمثل عددا أكبر من العائلات المنفصلة والأسر المشردة، فالحرب التي يشنها ترامب على اللاجئين ليست سرية، كما أن إلصاق تهم الإرهاب بالوافدين الجدد لا يخفى على أحد. إنها باتت عملية ممنهجة.
ختاما نشكر لكم الطيبة المتابعة. يتجدد اللقاء بإذن الله على رأس الساعة في موجز إخباري. إلى الملتقى من جديد.